معانا النهاردة حالة من أصعب حالات الكنكر اللي قابلتها في حياتي. ده الفرد ده بعالجه بقالي يومين، بس طبعا كنت بجرب علاج جديد، فقلت لما العلاج يجيب نتيجة أبقى أقول لكم أنا عملت إيه. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو. طيب هنحاول نبص كده نشوف في حلق الزغلول ده او الفرد ده. هو زغلول بس شاب شوية يعني، لكن اهو زي ما حضراتكم شايفين ده بعد يا جماعة العلاج وبعد يومين علاج. شوف المنظر، منظر صعب جدا جدا. ده كان قبل العلاج، كان اصعب حالة قابلتني في حياتي. كنت تلاقي من هنا مخاط في الانف ومن بره متبهدل، وفجأة كده لقيته هو وفرد تاني. حتى الفرد التاني مات، ما استحملش الفرد التاني، اخوه مات. لكن شوف لسه الباقي. طبعا هقول لك ايه عملنا ايه، وتشوف معايا عملنا ايه. نشوف اول حاجة عملتها. طبعا اول حاجة عملتها جبت عيدان كبريت او سلكة ودان كبريت، و قطن، حتة قطمة، وعملتها كده زي سلكة الودان لو عشان ما عنديش سلكة ودان دلوقتي. ونظفت، كل يوم بعمل كده، انظف اللي في الداخل ده وخلي بالي ان ما سيبوش يادي الحمام. اول حاجة طبعا كنت عزلت التعبان ده. طبعا الناس هتقرف من المنظر، انا بس بوريكم هتعمل ازاي، لكن هنقطع الجزء ده من الفيديو، مش هنذيعه ومش هنصوره، هتشوف بس الايه اللي بيخرج، حاجات زي كده. وطبعا ما ترميش الحاجات دي، تنقل العدوى وتكون عازل الفرد المصاب، لانه بيادي الحمام بيادي بعضه. يا جماعه شايفين اللي بيخرج منه ايه؟ الاجزاء البيضه دي حاجه صعبه جدا 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 يعني، عزكم الله. من منظر صعب صعب جدا، لكن ده هو كده بقى افضل كتير. نبعد طبعا الحاجات دي، نخلي بالنا ان ونعمل الكلام ده بعيد عن الحمام. طبعا بعد ما نظفنا ان شاء الله نضيف اهو، نظفنا شيلنا اللي فيه تماما اهو. الحلق شوف دلوقتي الفرق كده من الاول. لكن هقول لك اول يوم عملت ايه قبل الموضوع ده كله. بعد ما نظفت الكلام ده عملت غسيل معدة. طيب اللي ما يعرفش كنا بنعمل غسيل المعدة ازاي، كنا بناخد 5 سنتي من خل التفاح و5 سنتي فلاجيل، بنحطهم على كمية مية اللي الزغلول يشربها، او نملة الحصلة على قد 50 سنتي في سرنجة 50 سنتي زي كده، ونملاها ونحطهم في حصلة الزغلول. واسيب لك برضو الرابط بتاع فيديو بتاع غسيل المعدة ده، لان نفع مع ناس كتير، ناس كان عندها مشاكل في موضوع الهضم او تسمم نتيجة جرعة ديدان زيادة، دواء ديدان، واحد عطى دواء ديدان زيادة، فاحنا قلنا له اعمل له غسيل معدة بالطريقة دي، فجاب نتيجة معاه ممتازة جدا. طيب هتشوف الفيديو في الرابط بتاعه في صندوق الوصف. يبقى كده ده اول يوم عملنا غسيل المعدة بالطريقة دي، اللي هي بالحاجتين دول 5 سنتي و5 سنتي. طيب بعد غسيل المعدة نظفنا زي ما حضرتك شايف كده كل يوم، واستخدمنا علاج جديد لسه بنستخدمه لأول مرة. طبعا لسه معانا أمريزول والدواء الجديد اللي هو نستاتين، أمريزول أو فيلاجيل. يبقى أمريزول أو فيلاجيل الاتنين يقضم، وفي بعض الدول العربية فيها أسامي تانية. نستاتين ده اللي هو بالنسبة لنا جديد. بنعمل إيه؟ هتستخدمه ازاي بقى الطريقه دي للعلاج الحاله الصعبه الكانكر الصعب ده. دي ازازه لسه مقفوله ودي ازازه لسه مقفوله، هنفضل اتنين. هتشوف دي الاول، دي تمنها حوالي، الناس اللي بتحب الاسعار، 8.5 جنيه، وده 5.5 جنيه. نستاتين ب5.5 جنيه، عباره عن ايه؟ نستاتين ازازه، ده اصلا دواء للاطفال، للفطريات اللي بتطلع للاطفال الرضع، تمام. فاحنا بنستخدمه للحمام، لسه بستخدمه لاول مره. طبعا معاه القطاره دي انا ما بستخدمهاش،
لكن هو بيستخدم كده. طبعا بنرج الازازتين كويس وبترج الازازة التانية برضو امريزول او فلاجيل زي ما قلنا او اي مطهر معوي موجود في بلدك، لان مش موجود في بلاد كتير. تمام كده، وهنشوف ازازة تانية فاضية. طبعا كل ما بنعمل حاجة بنغسل ايدينا وبنطهرها، عشان الناس اللي تقول خد بالك عشان ما تعديش الحمام، طبعا احنا بنفصل التصوير عشان محد يشوف الحاجات دي. هنفضي نص الازازة دي طبعا بعد ما رجناها. اقول لك طريقة التركيب، يعني نرج كويس قوي لان ده الاتنين دول بيبقوا مركزين. يعني خلاص رجينا، هنحط نص الازازة، ناخد نص ازازة بس. تقريبا كده بالنظر خلاص خدنا نص الازازة وعملنا عليه ايه، ازازة النستاتين، نص ازازة فلاجيل وازازة النستاتين كاملة. هنفتحها، فتحناها وهنضيفها على نص الازازة الامريزول اللي هي معانا. تمام كده، تمام، وهنرجهم. وهقول لك خلاص قربنا نخلص اهو، ما تستعجلش عليا، فيديو مهم جدا جدا. اهم حاجه دي، اهم حاجه هي النقطه دي اللي احنا وصلنا لها دي. وهنرجهم كويس قوي على بعض، وهنعطي منهم ازاي مرتين في اليوم للفرد المصاب في الفم مباشره. ومش بس الفرد المصاب، لازم تعطي كل الحمام اللي عندك. طالما لقيت في وسطه فرد كده يبقى فيه احتمال يكون عدوى، احتمال عدوى، فتلحق الباقي كله تعطيه. وهنسحب 2 سنتي، تأكد كل مرة ترج تستخدمها ترج الازازة اول، هنسحب منها 2 سنتي بسرنجة. هنخلي الدواء ده للفرد المصاب بس، مش هنأتي اللي نستخدم منه للحمام التاني، عشان تكون دي على قد الفرد المصاب، عشان ما تكونش الدواء نفسه ينقل العدوى او السرنجة تنقل العدوى. تمام، يبقى الدواء ده على قد الحمام المصاب بس، كان فرد او اتنين او اكتر يبقى على قد الفرد المصاب. اهو 2 سنتي، هنعطيله 2 سنتي في الفم. بعد ما غسلنا ايدينا وعملنا كل حاجة نفس التركيبة، النص التاني عملناه في ازازة تانية، وهنأتي منه 10 سنتي في لتر المية للحمام جماعي، لكن ما تعطيش من نفس العلاج، تعطيش من نفس العلاج اللي انت مدي منه في السرنجة في فم الحمامة المصاب، لكن هتعطي بدواء نظيف. وطبعا تغسل ايديك وتطهر المكان تاني بعد ما تخلص الشغل، واهم حاجة انك تعزل الفرد المصاب بعيد، اهم شيء. وان شاء الله الدواء ده زي ما قلت لك النستاتين جاب نتيجة بعد ما خل التفاح والفلاجيل او امريزول، ما جابوش النتيجة اللي جابها النستاتين مع الامريزول، ويمكن مضاد السموم او خل التفاح اللي انا استخدمته ما كانش على المستوى المطلوب. طبعا خل التفاح احنا عارفين في منه الاصلي وفي منه مش اصلي، فهو بدلت المرة دي واستخدمت النستاتين ده اجربه فلقيته كويس ومفيد، فانا قلت اقول لكم على الفكرة دي. وربنا يشفي الحمام كله وما يوريش حد، ما يخسرش حد في حمامه يا رب، ولا في اي حاجة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.